اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة تطبيق فيسبوك. قموا بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعد سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على فيسبوك خاص بكم، بعد سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعد سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعد سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديو القادم إن شاء الله.